خدعة رهيبة فقط الأساطير اللي راح يعرفونها في لعبة جي تي اي سان أندريس. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك يا أسطورة، وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. والآن خلونا نبدأ في المقطع. طبعا أولا لازم تبحث على سكين. أنا الصراحة بحثت كثيرا حتى وجدت هذا الشخص يملك واحدة، ها هي، طبعا أخذتها منه. الآن راح أعلمكم حركة سرية ما يعرفها إلا القليل في لعبة جي تي اي سان أندريس، اللي هي تروح أمام أي شخص بعدها تضغط على رأسه للتصويب وتضغط على علامة السكين، بعدها شوفوا إيش راح يحدث. تشوفون شباب هكذا تضغطون على رأس الشخص، بعدها تضغطون على السكينة، بعدها شوفوا ايش يصير. تشوفون هذه هي الخدعة شباب، راح اعيدها. طبعا اخذت الفلوس، الان راح اعيدها امام شخص اخر. تضغطون على رأسه، بعدها لما يحدد روحوا اضغطوا على السكينة، روحوا امامه وراءه قصدي واضغطوا على السكينة. راح اعيدها عند شخص اخر هكذا، شوفوا شباب، بعدها اضغطوا هكذا. المهم راح احاول اعملها ضد واحد اخر. وطبعا شباب نسيت اقول لكم، لازم تجلسون لما تريدون تذبحون اي شخص، تجلسون هكذا بعدها تضغطون على رأسه وتذهبون وراءه وتضغطون على علامة السكين. هذه هي الخدعة شباب لكي تضبط معاكم. طبعا هذه الخدعة نادر اللي يعرفونها شباب. انا الان في هذا الفيديو علمتكم كيف تعملونها، ها هي كيف. تشوفون شباب، طبعا انا علمتكم شباب، فانتم لا تنسوا اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. طبعا هذو اصدقائي لن اسوي فيهم الحركة، راح اسويها ضد هذا، راح يبلغها الشرطة. ابلع، بتبلغ على الشرطة ولا شيء، لأني أشرح للمتابعين. وأنتي ابلعي، نايس. المهم هذه الخدعة شباب، في الأخير لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. يو من الذي يطلق هذا الشرطي؟ يو سقط، ابلع. وأنت ابلع، يلا شباب مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust.